تحية نضالية معكم الأستاذ عثمان الرحموني الموسيقى الإقليمي للأساسي دواء أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بمديرية الحي الحسني. إذن نحن مستمرون في نضالنا رغم كل الاستهدافات التي تطال الأساسي دواء أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بهدف كسر شوكة النضال وكسر هذه المعركة، معركة إسقاط مخطط التعاقد ومطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة التي خطت التنسيقية الوطنية فيها ملاحم بطولية، ملاحم نضالية بدأت منذ 2018، يعني قدمت فيها شهيد القضية والذي اغتلته أيادي المخزن في ليلة 24 أبريل 2019، نضيف على ذلك المعتقلات والمحاكمات والأحكام الجائرة سواء نافذة أو موقوفة التنفيذ والغرامات والتهم سواء كانت جنائية أو جنحية. اليوم يصل الأمر إلى توقيف الأساتذة عن العمل، مئات من الأساتذة يتم توقيفهم على صعيد هذا الوطن الجريح، توقيف أجورهم كذلك، ولكن هذه الإجابة التي تقدمها التنسيقية هي إجابة ميدانية كممارسة نضالية ردا على كل هذه الاستهدافات، وهو تعبير واضح على أن الأساتذة ليسوا بمعزل عن نضالات الشعب المغربي. اليوم المغاربة كلهم كاين يضلوا من أجل العيش الكريم، من أجل كرامة وحرية وعدالة اجتماعية، وهذه الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية هذه القيم كلها مبنية على مكتسبات، أن المغربي خصو يلقى مدرسة عمومية فابور مجانية وهذا ما تناضل عليه التنسيقية، المغربي خصو يلقى مكتسب تاريخي اللي هو الوظيفة العمومية، المغربي خصو يلقى قدرة شرائية باش يجيب المواد الغذائية الأساسية. اليوم هادشي كله مخططات ديال الدولة تسير عكس هذا الاتجاه، هذا الغلاء في الأسعار، الخوصصة ديال التعليم، فرض التعاقد وتفكيك الوظيفة العمومية. اليوم أو منذ يعني تأسيسها والتنسيقية الوطنية تجابه كل هذه المخططات، اليوم كذلك الجماهير الشعبية تفجر احتجاجات وانتفاضات على هذا الوضع المزري الذي لطالما نبهنا منه. لذلك الأساتذة كون كانوا كينضلوا فقط على مصالحهم الشخصية ما كانش يوصل بهم الأمر حتى للطرد والاستمرار في النضال، وبالتالي نضالنا غير منفصل عن نضال الشعب المغربي. نقول لمن يعنيهم الأمر والذين يعني أصبحوا يعتبرون هذا النمط ديال التعاقد هو بمثابة المسوغ ديال استهداف الشغيلة التعليمية واللي ظهرت الهشاشة ديالو مجرد إمضاء من المدير الإقليمي يتم طرد الأساتذة، إذا الهشاشة أصبحت واضحة، واللي كان كيقول لك التعاقد ما بقاش ولاو الناس مرسمين وبالتالي وضعهم قرر، أين هو الاستقرار عندما يصل بالمدير الإقليمي ولا مدير أكاديمية كيكاشي الإيقاف على العمل بشكل مباشر؟ إذا هؤلاء الأساتذة اليوم يعبرون بلغة النضال والصمود عن موقفهم من كل هذه الاستهدافات ومن كل الأساليب التي كانت تحضر نضالاتهم، أن بالعزيمة والصمود داخل الميادين سوف ننتزع حقنا لأننا أصحاب حق إلى جانب أوسع الجماهير الشعبية، وسننعم بمغرب يتسع للجميع، مغرب الحرية والعدالة والكرامة، وكذلك مغرب المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، ومغرب الحق في العيش الكريم. إذا مستمرون داخل التنسيقية إلى حين إسقاط مخطط التعاقد، مستمرون في الميدان كذلك ردا على كل هذه الاستهدافات إلى أن يتم سحبها، وإضرابنا ممدد إلى حين سحب هذه التوقيفات بقرارات كما جاءت كقرارات توقيف، يجب أن تأتي كقرارات سحب، وآنذاك يمكن أن نتفاوض على حل يقضي بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدم الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد. ودمتم ودمنا للنضال أوفياء. برنامج اليوم ما كاين الا ما بيت الاول، اليوم هذا شكل يعني اولي انطلاقا من تمديدنا للاضراب او الاضراب الذي كان مقرر 20-21 فبراير، لكنه اضراب قابل للتمديد في حاله لم يتم سحب هذه التوقيفات، وقابل للتمديد بمعنى حتى الاشكال والخطوات النضاليه فهي قابله للتنويع، وبالتالي هناك اشكال نضاليه نوعيه سوف يتم تسطيرها في حاله ما لم تعدل هذه الثكنه اللي هي الاكاديميه الجهويه اللي اصبحت تستعبد الاساتذه المفروض عليهم التعاقد وتعتبرهم اساتذه من الدرجه الثانيه. اذا سوف يكون تنويع من الاشكال النضاليه في قادم الزمن ان لم يتم سحب تلك القرارات، وكذلك ان لم يتم استجابه لمطالب الاساتذه واطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. وليتو كتعتبروا الاكاديميه كثكنه؟ نعم، لان الثكنه ملي غتشوف
استاذ ولا رجل تعليم امام مؤسسه اللي هي ديال التعليم، المفروض انه من حقه يحتج فيها ويطالب بحقه. الا كان عنده شي حق مثلا هذا الاستاذ، لنفرض جدلا انه يكون الابواب ديال الاكاديميه مفتوحه، انتم كتعينوا معنا جميع الاشكال النضاليه، كيجيبوا قوى القمع هي اللي كتستف. انا ما عمري شفت انا شي استاذ كيحمي مثلا شي مؤسسه اخرى، كيحميها في الباب ديالها ولا وقف في الباب ديالها، كيحمي مثلا ثكنه عسكريه من الاحتجاج. اليوم شنو كيديروا البوليس في الباب ديال الاكاديميه؟ راه هادو اساتذه والاكاديميه ديال الاساتذه، من حقهم كاداره يدخلوا ليها كاع، وبالتالي يتم منعهم. بارياراتهم فيكس هنا دائما حدا الاكاديميه. اذا شنو السميه اللي تطلق ليها؟ واش هذه مؤسسه ديال رجال التعليم ولا كما قلت لك ثكنه عسكريه اللي كنشوفوا قوى القمع كاينه في كل مكان ومستفه ومحصنه، وكانهم، وهذا دليل على ان ما يخططون وما يقومون به هو غير قانوني، لا غير تربوي، لا يمت بصله لحق مثل حق التعليم. ولغه الحوار الحقيقيه ديالهم هي هذه المساله، هذه هي القمع والتشريد والطرد والتوقيف بجرات قلم، وكيحتمي بعض الجحافل من قوى القمع في الباب ديال الاكاديميه، لانهم يعلمون اصحاب ان اصحاب الحق سينتصرون في الاخير. وبالتالي نحن كاساتذه سوف نقول لهم باننا صمودنا وعزيمتنا اقوى من الف من هذه العناصر اللي كتحميهم دابا، ولو انها هي عناصر مدججه بالهراوات وبالبروتيجات، وهذه الاساتذه عزل، ان القناعات اقوى من اي سلاح كيفما كانوا. تحيه لكم.